فأذن ربك ليلة قدر وألقى الستار على ألف الشهر، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. الشعب قرر. في الساعة الصفر غرة نوفمبر تزحزح ليلة القديسين وتولد إحدى أعظم ثورات القرن العشرين. هو انطلاق ثورة رجال آمنوا بأن الأرض لا تسهر إلا إذا سقيت بالدماء، رجال تشبعوا بمبادئ النضال ليخطوا صفحات جديدة في سجل التاريخ بعدما لقنوا حروف المجد في نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري. رجال زادتهم جراح ماي 45 إيماناً بأن التاريخ يكتب حتماً بالدم، فيكون مارس 54 جامعاً لشتات المقاومة، ليأتي بعدها اجتماع حي المدنية حيث التقى 22 رجلاً واتفقوا على ميلاد جبهة وجيش التحرير الوطنية، قبل أن يضع القادة الستة في أكتوبر 54 آخر اللمسات لثورة اهتز لها العالم بعد أن دوت كل مناطق الجزائر ذات ليلة موعودة. أحيا الجزائر! ليلة انحنى لها الزمن والحال يقول لا نعرف للاستقلال بديلا، وبحساب الشمس وعذبات التضحيات سبع، فهم فيها دوغول أخيرا أن لابد من الرحيل بعد مفاوضات مضنية في إفيون بطبعتيها، فكان يوم النصر ثم كان يوم الحرية.